مشاهدينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من بابل مدير المستشفى البيطري في محافظه بابل الدكتور يحيى مرعي. اهلا بكم دكتور يحيى. بدايه، كيف تصفون حاله انفلونزا الطيور في المحافظه الان؟ الحقيقه انه اهلا وسهلا بالاخوه المشاهدين مستمعي قناه حياك الله الموقره. الحقيقه انه الوضع في محافظه بابل هو الان مسيطر عليه بعد ظهور هذه البؤره المرضيه في شركة الفيحاء لإنتاج بيض المائدة. نعم، هذا المرض حدث في هذه الشركة التي تحتوي على أكثر من 30 قاعة بفيروس H5N8، وهو من العطر الوبائية لإنفلونزا الطيور. وتسبب هلاكات عالية في قطيع الدواجن. نعم دكتور يحيى، أليس من يعني يمكن القول بأنه كان على الشركات المختصة أو الأطباء المختصين أن يقوموا بإجراءات وقائية قبيل حتى لا ينتشر طبعا المرض، ويكون هناك ربما معرفة مسبقة لهكذا النوع من الأمراض قبل أن تتفشى الآن، وخسارة وصلت إلى 6 مليارات دينار عراقي؟ نعم، المشكلة أنه في هذا الفيروس بصراحة ما ينجح إلى قد لقاح معين، لأنه هذا الفيروس ممكن ان يغير بالاحماض الامينيه مالته ويشكلها جديد يعني في اي ساعه. لذلك احنا حتى هو هذا الفيروس بالامكان يعني ان من عده لقاح معين بالامكان ان يغير نفسه ويشتغل مره اخرى. اضافه لهي انه هذا الفيروس ينتقل عن طريق الطيور البريه. الطيور المهاجره اللي تنتقل بين اواسط اوروبا الى الشرق الاوسط والى مناطق الصين والهند. هذه الطيور غير مسيطر عليها، وبالذات دجاج البط المائي. هاي طبعا بالنسبه لشركه الفيحاء اللي اصيبت في محافظه بابل، تقع في منطقه يوجد فيها بحيرات اسماك وهي قريبه عن نهر الفرات، فهذه الطيور هي تحط في هذه المناطق، وصعب ابعاد هذه الطيور. يعني صعب تلافي حدوث مثل هذا المرض. طيب دكتور، باعتبار حضرتك اختصاص بهذا الشأن، هل تتوقعون ان يكون هناك احتمال لانتشار المرض في باقي المحافظات؟ والله يعني احنا ان شاء الله الاحتياطات اللي اتخذتها دائرة البيطرة اللي هي احد تشكيلات وزارة الزراعة هي احتياطات يعني عالية، ومن المؤمل انه ان ما تنتشر في عدد من المحافظات. طبعا هذا يعني هذا المرض هو انتشر يوم 20/12/2017 منطقه الرياض بالسعوديه، وانتشر في عده محافظات، ولكن يعني بالعراق ظهر فقط في منطقه دياله، والان في محافظه بابل، ونتمنى انه تكون محافظه بابل هي اخر محطه لهذا المرض. يعني الاحتياط اللي اخذناه، سوينا حجر على المنطقه، عملنا حجر على الشركه، ومنعنا اخراج اي من الطيور واي دخول او خروج للدواجن بالمنطقه. فنتوقع ان شاء الله الاحتياطات الواجبه البيولوجيه اللي اخذناها نحد من انتشار هذا المرض. الدكتور يحيى مرعي مدير المستشفى البيطري في محافظه بابل، نشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لكم كل التوفيق.